خديجة 30 سنة صاحبة مشروع وصل العالمية بكل تواضع. نجحت وكبرت مشروعي بمجهودي وكونت روحي وحدي. بيان سور من الأول تعرضت لبرشة صعوبات، أما تجاوزتها بفضل إرادتي وإصراري على النجاح. تولدت في العاصمة، بعد تردد كبير بابا وماما قايدوني في مدرسة عمومية. غاديكا تغرمت بالقراية بفضل معلمة كانت ياسر ياسر تحبني وتعيط لي في بغانداسي. كنت الكتب اللي عنا في دار الكل ناكلهم ماكلة، وأي فلوس تجي في يدي نمشي نجري نشري بهم كتب. هذا بالطبيعة بخلاف الكتب اللي يشريوهم لي بابا وماما والعائلة في المناسبات. كنت نحكي 3 لغات، وأي ضيف أجنبي يجي بحثنا للدار نشدوا بالحديث بالسوايع باش نتحسن. بعد هذا غرامي جاء في الكمبيوتر والانترنت ووليت نقوبة متاع تكنولوجيا. مالوغوزمان بابا ما كانش موافق، أما نتعاركت معاه وشديت الصحيح. مي بون سا سكومبران، كان خايف عليه. كانت صحته ياسر تعبة وقتها وعمل 2 عمليات، واحدة في تونس واحدة في فرنسا، الحمد لله منعم الموت بالسيف. بابا كان شدد الصحيح، يحبني نخدم في شركة من الشركات متاعو باش نضمن مستقبلي، أما أنا ما وافقتش وشديت الصحيح. حبيت نبني روحي بروحي وحدي من غير ما يعاوني حد. الوحيد اللي وقف معايا وعاوني هو طونطون منصف صاحب بابا. دخلني نخدم في الشركة متاعو وأنا صفر تجربة. غاديكا ياسر تعبت، ياسر تعبت، ما تعلمت برشا حاجات. كنت ندخل الشركة أول واحدة ونخرج منها آخر واحدة. بعد مدة استنست وفهمت الخدمة وبديت نخمم في المشروع متاعي. بعد 2 عامين دهك وشقاء ومشي وجاي وتعب، جي بخي مون كوراج ا دومان وكونت الدوسي متاعي ومشيت لمدام لطيفة. مدام لطيفة تخدم في البنكة، كانت صعيبة ياسر، سألتني برشا سؤالات ما كنتش نستناهم منها. إيه هذيك سا عطتني ثقتها ومكنتني من القرض اللي لانسيت بيه المشروع. سانسيرمون البدايات ما كانتش سهلة بالكل بالكل. شبيك مرأة وحدها وملانسية روحها في مشروع متاع تكنولوجيا في بلاد كون لو فيو با العقلية مازالت محافظة، والمرأة يلزمها تخدم دوبل وتريبل باش توصل تقلع بلاصتها. أنا الحكاية هذية بالذات خلتني نكبش ونشد الصحيح، على خاطر أنا نمن اللي المرأة والراجل كيف كيف. الحاصل وقت اللي بدأ المشروع متاعي كنت فريمون على قاب قوسين من الإفلاس، بريسك باش نقايد فايت. أما أنا شديت الصحيح، كنت نقوم كل يوم الصباح نشد التليفون ونبدأ نمرش في العباد اللي نعرفهم الكل باش نجم ندبر مارشي ولا فرصة تعاوني باش نوقف شريكتي على ساقيها. وإفكتيفمون كنت كل لحظة ضعف ولا تعب نغمض عينيا ونحط الهدف متاعي قدامي ونتذكر العباد اللي وقفت معايا. أحمد راجلي مثلا كان يسند فيا من الأول وعمره ما سلم فيا. تغلبت على اليأس وقويت العزيمة متاعي وشديت الصحيح باش نوصل. وتوا بابا فخور بيا وفرحان اللي أنا شديت ثنيتي وحدي. في الحقيقة حتى أنا زادة، أنا فرحانة بروحي وفخورة بروحي اللي أنا صنعت روحي بروحي وكونت نفسي وقفت على ساقيا من غير ما عاوني حد. هذا الكل بفضل مجهوداتي وإصراري وعزيمتي وطاقتي على التغلب على الصعوبات وعلى العراقيل اللي عرضوني في حياتي. ديما نقول أي واحد في الدنيا ينجم يقهر المستحيل ويحقق أحلامه. أنا نمن للناس الكل كيف كيف، والفايدة في العزيمة، وأنك تمن بروحك وبقدراتك هو بداية النجاح.